داخل مخداد من طرابلس يقول التجشؤ يعني للتقريعه يعني، قال تخرج الحلق وقال ما قدرتش اتحكم فيها ترجع يعني. التقريعه اللي تخرج حتى لو كان فيها شيء من الماء او شيء من طعام وتصل الى الحلق وترجع، هذه لا شيء فيها. نعم. لا فيها قضاء ولا فيها كفاره ولا فيها شيء. نعم. طيب. إذا خرجت إلى الفم واستطاع أن يبصقها يجب أن يطلعها من فمه يرميها يعني. نعم. لكن هذه اللي توصل اللي فيها مثلا زي الحرقان لا يستطيع أن يتحكم فيها. نعم. نعم. هذه لا شيء فيها، لا قضاء فيها ولا كفارة. طيب لا شفنا تفسد الصوم.